السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اسلام البلشان. النهارده ان شاء الله معانا شرح جديد. هنتكلم النهارده عن الجيم مود في ويندوز 10. طبعا في الفترة الأخيرة في ناس كتير بدأت تشتكي من الجيم مود ده، وناس كتير بيقولوا ان الوضع ده بدأ يبطئ الألعاب، وفي ناس تانية ما اشتكتش وقالت ان الوضع شغال معايا جدا وشغال معايا حلو وظبط الألعاب عندي، وفي ناس ما فرقتش معاها المود ده خالص، يعني لا بطئ الألعاب عندها ولا زودها. النهارده هنتكلم بموضوع شامل عن الجيم مود في ويندوز 10، وهنشوف فعلا هل هو اهم الاسباب في بطء الالعاب في ويندوز 10 ولا لا. فاصل صغير ونرجع نكمل موضوعنا. ورجعت لكم تاني، تعالوا بقى نشوف ايه حكايه الجيم مود في ويندوز 10 وهل فعلا هو بيبطئ الالعاب ولا لا. لو عايز تفتح الاعدادات بتاعت الجيم مود، بتروح طبعا من هنا على ستارت وبتروح على الاعدادات، بعد كده بتفتح من هنا كلمة اسمها جيمنج. طبعا الاصدار اللي عندي ده اللي هو اخر اصدار من ويندوز 10، عارفين طبعا اللي هو الجيم مود بتاعه من هنا ما عادش فيه كلمة اون واوف زي ما كانت موجودة في الاصدار اللي قبل كده، فهقولك ازاي تقدر تشغله على الالعاب بتاعتك. وضع الالعاب ما بقاش التحكم فيه من هنا، من الكلمة بتاعته من هنا زي الاصدار اللي فات. في الاصدار ده انت بتعمل ايه؟ لو رحت من هنا عند كلمة اسمها الجيم بار، بتلاقي هنا الاختصارات بتاعتك. عندك مثلا اختصار اللي هو الزرار الويندوز زائد حرف الجي، ده اللي هو بيفتح لك القائمة بتاعت الجيم بار، وهي دي اللي احنا هنحتاجها النهاردة. ساعات ما بتضغط حرف الويندوز مع الجي، طبعا ده وانت فاتح اللعبة بتاعتك اللي انت عاوز تفعل عليها الجيم مود، تمام؟ طبعا لو ضغطت دلوقتي ويندوز جي، ويندوز زائد حرف اللي هو الجي، هتظهر معايا القائمة عادي، بس مش هتظهر معاكم في التصوير. اول ما بتفتح اللعبة بتاعتك بتضغط على زرار الويندوز مع حرف الجي اللي هو ده، تمام؟ اول ما بتضغط عليه بيظهر لك قائمة كده تحت، هتخش على الترس اللي هو بتاع الاعدادات، بتفتحه وانت فاتح اللعبة بتاعتك. بعد كده بتلاقي مربع مكتوب قدامه اللي هو يوز جيم مود فور ذيس جيم، يعني انت تستخدم الجيم مود للعبة اللي انت مشغلها. بتعلم على علامة الصح على العلامة ده العلامة دي، وبكده تكون قدرت تفعل الجيم مود على اللعبة بتاعتك، تمام؟ طيب موضوعنا النهاردة هنشوف هل فعلا الجيم مود ده هو السبب بتاع بطء الالعاب في ويندوز 10 ولا لا. انت هتعمل معايا تجربة. التجربة الاولى انك هتفعل زرار الجيم مود وانت بتفتح اللعبة بتاعتك، وتشوف هل فعلا اللعبة ادائها اتحسن ولا ادائها بقى اسوأ عن الاول. وتجربة تانية انك هتشيل الزرار ده تاني، هتشيل العلامة دي تاني، وتشوف الاداء بتاع اللعبة اتحسن ولا لا. التجربة التالتة اللي انا كنت قلت عليها على البوست اللي كنت نزلت على الفيسبوك اللي هي دي، هتروح مثلا على ايقونة اللعبة اللي انت عاوز تعمل عليها الطريق، مثلا اللعبة دي مثلا، هتضغط عليها كليك يمين وبتروح من هنا على بروبرتس، تمام؟ بيظهر لك قائمة بالشكل ده. بتروح من هنا عند الكلمة دي، بتلاقي عندك تحت كلمة اسمها disable for screen optimization، بتلاقي مش متعلم عليها علامة الصح. بتجرب اللعبة بتاعتك وهي كده، تمام؟ وهي مش متعلم عليها. بعد ما بتخلص بتعلم عليها، ساعة ما تقفل اللعبة بتاعتك علم عليها تاني علامة صح وارجع جرب اللعبة بتاعتك. يعني انت هتجرب تشغل الجيم مود وتجرب وانت قافله، وتجرب وانت مشغل العلامة دي وتجرب وانت قافلها، تمام؟ وتشوف اللعبة بتاعتك انهي وضع فيها هيبقى احسن في الاداء بتاعها، تمام؟ تمام. العلامة دي والعلامة بتاعت الجيم مود هما دول الحاجات الأساسية المختصة بالنظام بتاع جيم مود في ويندوز 10 الأخير. وطبعا زي ما ناس كتير اشتكت وقالت ان نظام الجيم مود ده بيبطل الألعاب معايا، وناس تانية قالت هو بيسرعها، أنا عن نفسي بالنسبة لتجربتنا وضع الجيم مود ده ولا كأنه موجود معايا، يعني ما أثرش بأي شكل على الألعاب اللي عندي، لا بطأها ولا سرعها، علشان كده انا سايبه اصلا شغال، يعني لو عمل حاجة عملها، انما هو اصلا ما اثرش معايا في الالعاب باي شكل من الاشكال. ده ببساطة كان الشرح بتاعنا النهاردة عن نظام الجيم مود في ويندوز 10. لو عندك اي اسئلة عن النظام ده سيبها لي في التعليقات، وهنزلكم فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.